أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه جولة مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وموضوعات وملفات كثيرة ومتنوعة. معنا في هذه الجولة الصحفية الصباحية لإبداء الرأي والتحليل فيها الأستاذ ماهر عباس، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ ماهر صباح الخير. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أهلا بك. كل المشاهدين بخير. أهلا بك يا فندم. نبتدي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذه الجولة الصحفية، والبداية من جريدة الأهرام. الشعب والجيش على قلب رجل واحد، الرئيس يشيد بجهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناء الدولة الحديثة. أستاذ ماهر، يعني حقيقة يعني الجيش حقق بالفعل تقدم ملحوظ وملموس بشكل كبير جدا في مكافحة الإرهاب، وده أعتقد إحنا لمسينه وحاسينه بشكل كبير من خلال الاستقرار الأمني الملحوظ. وفي المقابل هناك حاجة أيضا، أن تكون هناك يعني أن يكون هناك دعم ومساندة شعبية وجماهيرية كبيرة وواسعة للقوات المسلحة والشرطة أيضا المدنية في مكافحة الإرهاب. هذا في البداية نهني جيشنا العظيم بانتصارات العاشر من رمضان. تعرف كلام سيادة الرئيس كان فيه ذكرى العاشر من رمضان، صحيح. وذكر بالإرادة اللي تمت في 1973، وإن الانتصار على الإرهاب ومكافحة الإرهاب والتنمية التي يخوضها الجيش المصري في العامين الأخيرين لا تقل أهمية عن انتصارات أكتوبر العظيم. أنا أعتقد أن الشعب عليه أن يساند هذه المؤسسة الوطنية التي تاريخها المشرف يعمل لصالح وبناء هذه الأمة. يد تبني ويد تحمل السلاح، ونحن في معركة مواجهة الإرهاب، الإرهاب الأسود الظلامي الذي يهدد استقرار ليس مصر فقط لكن يهدد المنطقة، ويتصدى له الجيش المصري دفاعا ليس عن مصر فقط، عن المنطقة كلها. انت عارف الإرهاب لا وطن ولا دين ولا شيء له، لكن أنا أعتقد الدور الذي يقوم به الجيش المصري الشعب يلمسه تماما، سواء في وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الشعب والجيش على قلب رجل واحد. طبعًا أهمية هذه الجزئية في مواجهة أي تحديات، في مواجهة أي صعوبات أو مشكلات بتواجه مصر. الرئيس استذكر ذكرى 73 وكيف وقف الشعب مع الجيش في إرادة واحدة في خندق واحد تم الانتصار، وأنا أعتقد أن مساندة الشعب المصري 90 مليون لقواتنا المسلحة هو الذي سيجعلنا ننتصر على معركة الإرهاب وفي معركة التنمية التي تم وضع استراتيجياتها، سواء التنمية المستدامة 2030 أو التنمية القريبة في المشروعات العملاقة التي يسمن الشعب تماما ما يقوم به الجيش والانضباط الذي يقوم في المشروعات العملاقة، لأن هذه في النهاية مشروعات تنموية من أجل الشعب. وأيضا مكافحة الإرهاب هو لا يعني إحداث استقرار في دولة كبيرة مثل مصر في المنطقة، لها دورها المحوري الإقليمي، وبالتالي نجذب الاستثمارات، لأن المستثمر لا يمكن سيأتي إلى بلد ليست مستقرة. وحقيقة في الوقت اللي مصر فيه بتواجه وبتحارب الإرهاب، مش دفاعا عن مصر بس ولكن دفاعا عن الوطن والمنطقة بشكل عام، فأعتقد أن دي يعني جزئية مهمة جدا. وتأكيد سيادة الرئيس على هذه الجزئية أكتر من مرة، أن مصر مش بتحارب الإرهاب عشان تدافع عن أراضيها فقط ولكن عن أراضي الوطن العربي. مصر منذ تصديها للفكر الظلامي وللإرهاب والقادمين من الخارج واللي حاولوا يجعلوا من سيناء أرض الفيروز التي شهدت دماء أبناء مصر الزكية في العاشر من رمضان من أجل تحريرها أن تكون بؤرة للإرهاب. أنا أعتقد الجيش المصري كما دحر العدو الإسرائيلي في السابق في 73 إن شاء الله سيقضي على الإرهاب، وستعود أرض الفيروز آمنة مستقرة كما يريدها المصريين لكي تكون قلعة للتنمية. وفي الوقت حقيقة اللي بتحارب مصر في الإرهاب، في المقابل يعني هناك محاولات حقيقة جادة وملموسة من قبل الدولة لتحقيق التنمية المنشودة. أعتقد دي مهمة صعبة، يعني التنمية فكرة المنشودة حضرتك، وإحنا بنستذكر عامين على قيادة الرئيس السيسي
المشاريع أصبحت تتكلم عن تتحدث عن نفسها اليوم. أنت تجدي مشاريع تنموية في الطرق، في الفرافرة، إصلاح زراعي، زراعة قمح، 1.5 مليون فدان يتم تجهيزها للشباب، مشاريع الطرق العملاقة. ويمكن نتذكر أن مصر تحتاج هذه الطرق منذ سنوات. مصر في موسوعة الطرق هي الأسوأ في العالم. ففي عهد الرئيس السيسي أنا أعتقد بالمشاريع الجديدة سنحصل على مرتبة متقدمة جدا من ناحية أفضل الطرق إن شاء الله. طب إحنا بننتقل من جريدة الأهرام إلى أخبار اليوم. والعلاوة الاجتماعية 10% للعاملين بالدولة يوليو القادم، والعربي لا خفض لمرتبات الموظفين بالحكومة، وقانون الخدمة المدنية لن يطبق على الكوادر الخاصة. لازال قانون الخدمة طبعاً المدنية بيراوح مكانه في مجلس الشعب بشكل كبير. ما بين يعني مؤيد ومعارض، ما بين متفهم حياة ومستوعب لبنود ونصوص هذا القانون، وما بين ان في ناس ثانية حياة لسه عندها حالة من اللخبطة. هذا القانون لابد ان يصدر لصالح المواطن ومن اجل ان يراعي نسب التضخم. دعيني ابدا من اخر من الجزئية الأخيرة اللي هي نفي خفض الرواتب. هذا كان لابد التأكيد عليه، لأن هناك بعض المواقع الإلكترونية التي تتصيد أشاعت أن هناك خفض للرواتب في القانون الجديد. فالدكتور أشرف العربي أكد على هذا. ثانيا أكد على أن الكوادر الخاصة لن يمسها القانون. العلاوة 10% هي علاوة اجتماعية يستحقها دخلة في ميزانية 2016-2017، وهي ده من حق المواطن في أول يوليو القادم. وهي يعني خلينا نرجع للخلف بعض الشيء. الرئيس كان أصدر برضو علاوة للمعاشات ورفع المعاش التأميني، فكلها طبعا أخبار تبعث على الأمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة. وإن العلاوة تكون 10% أعتقد هذا خطوة مهمة. طيب. من جريدة الجمهورية بنتابع منها هذا العنوان الذي يقول: بعد إهدار 229 مليون جنيه في فساد توريد القمح، الأجهزة الرقابية تطارد لصوص الدعم، لجان لفحص جميع الصوامع وكشف أي تلاعب. يعني هذه القضية، قضية الفساد في توريد القمح وإهدار 229 مليون جنيه، وحقيقة غيرها من قضايا الفساد المختلفة، ده يخلينا نتكلم عن إزاي نقدر إن احنا نواجه الفساد، وهي حقيقة من الآفة الكبرى اللي بتواجه مجتمعنا المصري بشكل كبير. المواجهة هتكون من خلال قوانين، من خلال تشريعات، ولا من خلال استحداث قوانين جديدة، ولا من خلال مهم أن يكون في متابعة ورقابة حقيقية وملموسة، وأهمية أيضا يعني تجديد وتغليظ العقوبات على الفساد. دعيني أتحدث أن مشروع القمح هذا العام حصل فيه أشياء كثيرة منذ بداية التوريد، والدولة نجحت في أن تمنع المافيا من أن يخلطوا القمح المحلي بالقمح المستورد. فجاء اللصوص، وكان كلمة دقيقة من الجمهورية أن تسميهم اللصوص، لأن هذا الفساد بعينه. وأنا أعتقد على القيادة المسؤولة أن المتهمين في هذه القضية في وزارة الزراعة وفي السوان وفي الصوامع عليهم أن يكون محاكمة سريعة وعاجلة لكي يتعظ من لم يتعظ من الفاسدين الذين ينهبون ثروات الشعب. لأن هذه الأطنان من القمح كانت ذهبة لمحدودي الدخل واللي هم الأولى بالرعاية، فكون أن الضمير يكون ميت إلى هذه الدرجة وفي شهر رمضان، لابد من محاسبة شديدة لهؤلاء الذين أفسدوا مشروع القمح. ثانيا في النهاية هم فعلا اللي بيدفعوا فاتورة يعني هذا الفساد، المواطن هو الذي يدفع هذه الفاتورة. لكن الرقابة مطلوب، الرقابة الشعبية والرقابة القانونية، ومطلوب مباحث التموين تتحرك بشكل أوثق، لأن أنا أعتقد التحقيقات ستفرز أن هناك مافيا وشبكة من الفاسدين اللي هم
بيعبسوا بأمن ومقدرات هذا الوطن وبيفسدوا خطط التنمية وخطط التطوير وخطط العدالة الاجتماعية في مصر. فيجب أن تشدد وكما تفضلت بتغليظ العقوبة وإلى أقصى مدى، وهنا سيختفي مثل هذا النوع من الفساد، لأن مكافحة الفساد لا تقل أيضا عن المكافحة أو التوجه في المعارك الأخرى التي تخوضها الدولة. صحيح. طيب، من جريدة المصري اليوم، انتشال صندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة والمقدم النقل وحدات التسجيل إلى القاهرة لبدء تحليل البيانات. أستاذ ماهر، يعني أولا كيف تابعت هذه الأزمة بشكل عام والتعامل المصري مع أزمة الطائرة المنكوبة، وما هو المتوقع ربما مع بدء تحليل البيانات الخاصة بالصندوق الأسود؟ العثور على الصندوقين الأسودين كان خطوة مهمة، خاصة أن هناك من قال أنه في صعوبة في الوصول إليهم، لكن الباخرة التي أجرتها مصر للبحث عن الصندوقين لكي نصل إلى حقيقة ما حدث في الطائرة المصرية الإيرباص 320 القادمة من باريس بشكل دقيق. وأنا أعتقد أن مهما كانت حالة الصندوقين سيكون خطوة مهمة في الوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء سقوط الطائرة في مياه البحر. وكما حدث وتسلمت وزارة الطيران المدني الإدارة المركزية من النيابة الشريطين، ستبدأ بعد كده الخطوة التقنية والفنية للاستماع إلى الجزء المتبقي في الشريق في الصندوق الأسود الأول والثاني، ومن هنا يكون بداية خيط مهم في معرفة أسباب سقوط الطائرة. تمام. طيب، ننتقل لجريدة أخبار اليوم ووزيرة التعاون الدولي، 876 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كيف تابعت هذا الخبر؟ الدكتورة سحر، أنا يعني من خلال برنامجك بقول إن هي دكتورة نشطة ووزيرة نشطة ومهتمة بهذه الجزئية المهمة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها. فعندما هذه المشروعات الصغيرة أنا بنظر لها ليس من خلال الدعم، ولكن أنها ستوفر 4 مليون فرصة عمل، فهي خطوة مهمة. وجميع الأموال التي ذكرت 876 هو من المعونة الأمريكية ومن صندوق التنمية السعودي وغيرها. فأنا أعتقد يعني الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيعكس نهضة كبرى في البلد. إذا نظرنا إلى تجارب دول أخرى زي كوريا واليابان وغيرها، سنجد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي تحدث النقلة الحضارية الاقتصادية في الدول. طيب، من جريدة الأهرام وهذه الجولة الصحفية، خلال استقباله وزير الخارجية الأيرلندي شكري على الاتحاد الأوروبي إدراك طبيعة تحديات المجتمع المصري ووفد مصر في جنيف.